كنا منذ يومين، يوم السبت تقريبا، كان عندنا مجموعه من الشباب، وكان منهم محمد حبيب. محمد شاب خريج تجاره انجليش، ولكن قرر ان هو يسيب الشغل الخاص ويعمل او الشغل عموما ويعمل عربيه فول. ومحمد قدر عن طريق عربيه الفول دي ان هو يعمل مكاسب كويسه، لكن كان عايز يغير العربيه دي يعملها كرفان اكبر لانه عايز يتوسع. سمع السيد وزير الاستثمار الكلام اللي قاله محمد حبيب، واتصل بينا في هذه الحلقه وقال يا ريت محمد يجي لي. وبالفعل محمد ذهب الى وزير الاستثمار. مساء الخير يا محمد. مساء النور حضرتك ودعم ميس. اهلا بيك. حصل ايه عند الوزير النهارده؟ امبارح كان للاسف، ما كانش النهارده، كان امبارح، كانت حاجه اول امبارح، وقال لي اجي له بكره، فكان امبارح الكلام ده، ما كانش النهارده. والله لو وصلت عند مكتب الوزير لقيت استقبال انا ما فهمتوش، كان حافل جدا زي ما يكون الناس كلها متحمسه للمشروع بتاعي. يعني انا شخصيا والله مش بقول كده مبالغه، بس اقسم بالله ده اللي حصل. لقيت الناس كلها مبسوطه من الموقف، مبسوطه من اللي حصل كله، وكله عايز يشجع الموضوع يمشي. قعد معايا وجاب تقريبا مدير هيئه الاستثمار، وعمل معايا بيزنس بلان كبيره جدا، والمفترض ان احنا ان شاء الله بعد بكره هنروح بيها لوزير التنميه المحليه لدراسه المشروع، ويشوف اذا كان هل متاح ان هو ده يبقى مشروع لاي شاب مش قادر يفتح مشروع كبير او مشروع يعني بميزانيه كبيره، ممكن ازاي نحدد له شويه مواصفات يقدر يعمل بيها مشروع، وفي نفس الوقت ما يبقاش مشروع بيفيده هو بس، بيفيد ناس كتير معاه باسلوب ان شاء الله هيبان بعد كده في حلقه تانيه باذن الله. طيب يعني المهم حل لك المشاكل انت يا محمد ولا ايه؟ حلها لي، وبصراحه انا شخصيا كنت مستعجب ان هو ممكن ياخد معايا الاكشن ده، لان هو كان متحمس جدا، بيقول لي انا لما قريت فكرتك على النت وشفت انت عايز تعمل ايه في المشروع بتاعك الجديد، قال لي انا شخصيا بعيد عن اي حاجه وبعيد عن منصب، انا كأب ابقى فرحان ان في شاب حتى عايز يعمل موضوع زي ده. والراجل فضل قاعد معايا الصراحه كتر خيره، قاعد معايا اكتر من ساعه، سمع مني كل ما عايز اقوله، وسمع كل من المشاكل، وقال لي اوعدك ان يوم الاربعاء بامر الله هكون حليت كل المشاكل اللي عندك. تابعنا بقى محمد، انا عايز اشوف الحكايه دي بتتحل، اتمنى يعني. لا بامر الله، لا ده احنا دلوقتي شغالين وبنعمل برزنتيشن وبزنس بلان، وان شاء الله هروح بيها باذن الله يوم الاربعاء لوزير التنميه بامر الله. وتبعت لنا فول يا محمد عشان انا سامع الاربع وصفات بتاعت الفول العجيبه بتاعتك. تحت امر حضرتك، يا سلام حضرتك تأمريني. ميرسي محمد حبيب، ربنا يخليك، يعني ذوقك جدا.